السلام عليكم، أهلا بكم إلى درس الجغرافيا بسنة الرابعة، وهو أول دروس الجغرافيا. توظيف الخريطة في التعرف على موقع الجزائر. إذن الأرض هي أحد كواكب المجموعة الشمسية، وتدور معها في مدار محدد، مما أثر في شكلها وفي أبعادها. نوضح ذلك. أمامنا إذن للأرض دورتان. أول دورة هي حول الشمس. أمامنا المجموعة الشمسية، هي عبارة عن مجموعة من الكواكب تتوسطها الشمس، أو تكون الشمس مركزا لها. لاحظ أن عطارد، الزهرة، طارد، الزهرة، الأرض، المريخ، المشتري، زحل، يورانوس، نبتون، بلوتون. هذه الكواكب بما فيها الأرض تدور في هذا المحور، ولكل كوكب محوره يدور حول الشمس من خلاله. أمامنا هذه الدورة للأرض تدور في سنة، يعني 365 يوم تستغرقها. إذا انطلقت الأرض من هذا المكان تضرب دورة أو تدور دورة كاملة حول الشمس، تعود إلى هذا المكان بعد 365 يوم أو بعد سنة كاملة. إذا دورة الأرض حين تدور الأرض حول الشمس دورة كاملة تعطينا سنة أو سنة شمسية، ولهذا تسمى دورة الأرض السنوية. وللأرض دورة أخرى حول نفسها، وهي دورة الأرض اليومية. تدور الأرض حول نفسها، وهذا هو محور الدوران. اتجاه الدوران أو اتجاه دوران الأرض من اليسار إلى اليمين. أمامنا القطب الشمالي، القطب الجنوبي. محور أو دوران الأرض حول نفسها يشكل تعاقب الليل والنهار. إذا الأرض تدور حول الشمس، مما يشكل السنة وفصول السنة الأربع، وتدور حول نفسها مما يشكل تعاقب الليل والنهار. إذا الأرض هي عبارة عن كتلة صلبة تسمى اليابسة، وكتلة تتضمن البحار والمحيطات ومساحتهما، أي البحار والمحيطات واليابسة معا، تساوي 510 مليون كيلومتر مربع. أمامنا شكل الأرض وأبعادها. عندنا المحيط القطبي والمحيط الاستوائي. إذا هذه تسمى بدائرة الاستواء. عندنا القطب الشمالي والقطب الجنوبي، وهذه اتجاه دائرة الأرض، أو عفوا اتجاه دوران الأرض. هناك فرق بين خط غرينتش والدائرة الاستوائية. خط غرينتش هو خط وهمي يتوسط الكرة الأرضية عموديا، ويقسمها إلى قسمين شرقي وغربي، ويمر بالجزائر قرب مدينة صغان. إذا خط غرينتش هو خط وهمي. خط غرينتش هو تقريبا خط وهمي يقسم هكذا، وهو عمودي يقسم الأرض إلى جزئين شرقي وغربي، يمر عبر مدينة مشفغان. الدائرة الاستوائية هي دائرة وهمية تتوسط الكرة الأرضية أفقيا، وتقسمها إلى قسمين شمالي وجنوب. هذه هي الدائرة الاستوائية، تقسم الأرض إلى قسمين شمالي وجنوبي. إذن الفرق بين خط غرينتش والدائرة الاستوائية، خط غرينتش ها هو ذا، يأتي في الدرجة 360، قبله 180 وبعده 180 درجة. أما بالنسبة لدائرة الاستوائية فهي التي تقسم الأرض إلى قسمين شمالي وجنوبي، أما خط غرينتش يقسمها إلى قسمين شرقي وغربي. عندنا الخريطة، هي أداة أو وسيلة جغرافية. لا يستطيع الجغرافي ولا السائح ولا العسكري أن يستغني عنها. تمثيل لخريطة العالم.
الأرض ليست كروية الشكل، بل هي مفلطحة بيضاوية مثل البيضة. أنتم تشاهدونها. القارات: أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، آسيا، إفريقيا، وإقيانوسيا، أستراليا. المحيط الهادي، مدار السرطان، الدائرة القطبية الشمالية، الدائرة القطبية الجنوبية، أدنى مدار الجدي، خط غرينتش. لاحظوا خط غرينتش، هذا خط غرينتش. أما بالنسبة للدائرة الاستوائية فتكون هكذا، لاحظ. إذا خط غرينتش يعامد خط الاستواء أو الدائرة الاستوائية. الآن عندنا خريطة للجزائر، لكن هذه الخريطة هل هي خريطة لسكان، خريطة لحيوانات؟ لاحظوا العنوان: خريطة الغطاء النباتي في الجزائر. إذا نعرف بأن الخريطة تتكلم عن الغطاء النباتي في الجزائر. هذه الخريطة عندها فيها ألوان تمكننا من قراءة الخريطة، الألوان باستعمال المفتاح. هاو مفتاح، وهذه الألوان، لاحظوا اللون الأصفر يمثل استبس صحراوي، هذا اللون الأصفر. لون أصفر وفيه نخلة يمثل واحات، ها هذه هي الواحات. هذا اللون البني يمثل حشائش الاستبس المشجرة، هذه تقع تقريبا في الهضاب العليا. اللون الأخضر الفاتح هو عبارة عن غابات دائمة الخضرة، أشجار الفلين، أشجار مخروطية. ها هي دي. أشجار الفلين وأشجار مخروطية مثل شجرة العرق. اللون الأخضر الغامق نباتات البحر المتوسط، أشجار الفلين، كروم، الزيتون. هاي إذا تقع في المناطق الساحلية. إذا لقراءة الخريطة يلزمني العنوان، أعرف به الخريطة. مفتاح فهو يمكنني من قراءة الخريطة، مقياس الخريطة هذه بالتصغير. إذا الخريطة هي رسم مصغر بنسبة معينة، هي رسم للأرض مصغر بنسبة معينة يمثل الكرة الأرضية، إما كما شاهدنا الكرة الأرضية كاملة أو جزء منها، الجزائر مثلا على سطح مستوي، ولها أساسيات تمكننا من قراءتها وتوظيفها وتتمثل فيما يلي. العنوان، ها هو ده عنوان الخريطة، لولاه لما عرفنا خريطة ماذا تدل، لكن خريطة صماء. الاتجاه، ها هو ذا اتجاه الخريطة، الشمال، دائما نجد سهما جهة الشمال، يمكننا من معرفة الشمال من الجنوب، ها شمال الخريطة. المفتاح، هذا هو مفتاح الخريطة، مقياس الرسم، ها هو ذا مقياس الرسم. إذا هذه الخريطة 1 سنتيمتر تقريبا يمثل 180 كيلومتر مربع، 1 سنتيمتر على الخريطة أو على الورقة يمثل 180 كيلومتر مربع في الحقيقة. نرجو أن نكون قد أفدناكم، إلى اللقاء مع درس قادم.